ملازمات شيعتنا. قال الإمام الكاظم عليه السلام: لا يستغني شيعتنا عن أربع: عن خمرة أي حصيرة يصلي عليها، وخاتم يتختم به، وسواك يستاك به، وسبحة من طين قبر الحسين عليه السلام فيها 33 حبة. متى قلبها ذاكرا لله كتب الله له بكل حبة 40 حسنة، وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب الله له 20 حسنة.